السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله سنقدم لكم شرح لكيفية عمل برامج محمولة والتي ستفيدك في تشغيلها على أي حاسوب بدون الحاجة إلى تثبيتها. سنستخدم لهذا الغرض برنامج كاميو والذي يمكنك تحميله من الموقع الرسمي. ادخل إلى الرابط التالي www.cameo.com. ثم اضغط على داونلود كاميو. بعد تحميل البرنامج نضغط عليه دوبل كليك لتشغيله وهو لا يحتاج الى تثبيت. ثم تضغط على الاختيار الاول كاميو ثم اوكي. ثم تتجاهل رسالة التسجيل بالموقع وهذه هي الواجهة الرسمية للبرنامج. إذا لم تظهر لك بهذا الشكل اضغط على استوديو. بعد ذلك تضغط على الاختيار الأول كابتير أب لوكالي ليبدأ البرنامج بتصوير جميع البرامج المثبتة على الحاسوب. ما عليك سوى الانتظار لأن هذه العملية تأخذ بعض الوقت. بعد أن تظهر لك هذه النافذة ابدأ بتثبيت أي برنامج على جهازك ولا تضغط على هذه الأيقونات إلا بعد انتهاء التثبيت. نقوم مثلا بتثبيت برنامج فورما فاكتوري بشكل عادي. وفي نفس الوقت يقوم برنامج كاميو برصد تثبيت برنامج فورما فاكتوري. اضغط على الفينيش. إذا كان البرنامج الذي ترغب بجعله محمولا يحتاج إلى تفعيل فستقوم بتفعيله بشكل عادي. وفي الأخير تضغط على انستال دان ليقوم البرنامج بجمع الباكج للبرامج المثبتة وننتظر لأن العملية قد تأخذ بعض الوقت. للتذكير، لعمل برامج محمولة يجب أن تقوم بعمل انستال لها من الحاسوب. إذا واجهتك مشاكل عند تجميع الباكاج كالتهنيج مثلا يجب أن تتأكد من أن حجم بارتيشن سي كاف لكي تتم عملية تجميع الباكاج بشكل جيد. في النهاية ستظهر لك نافذة تعلمك أن عملية التجميع تمت بنجاح. ولتتأكد بأن البرامج التي أضفتها أصبحت محمولة يمكنك الضغط هنا. كما ترون برنامج فورما فاكتوري أصبح بنسخة محمولة. بعد ذلك تقوم بإزالة هذا البرنامج من الجهاز من خلال بانو دو كونفيغوراسيون. ثم تقوم بعمل انستال للبرنامج. بعد ذلك تقوم بدوبل كليك وتختار فورما فاكتوري ثم اوكي لتلاحظ ان البرنامج محمول سيتم تشغيله دون الحاجة الى تثبيته. بهذه الطريقة ستتمكن من تشغيل عدة برامج محمولة دون الحاجة الى تثبيتها. ويمكنك ايضا حملها على USB وتشغيلها على اي حاسوب. ومن بين البرامج التي قد تحتاج إلى تشغيلها دون تثبيتها برنامج فوتوشوب وبرنامج السينما 4D وغيرها من البرامج. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم.
إذا أعجبتك الحلقة لا تنسى أن تضغط على سبسكرايب أو لايك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.